لو ما فيش 30/6 مصر كانت فين بصراحه؟ لا احنا كنا ما انت شايف اهو، ما انت شايف الايران فين واليمن فين وسوريا فين وحتى ليبيا للاسف يعني. انا بتكلم وسيفني انا اقول كده، الشعوب العربيه كلها شعوب اخوه، وانا بحب كل العرب وبحب كل الشعوب العربيه، واتمنى الفه جديده، اتمنى اتحاد جديد، واتمنى انه نفكر في مستقبل الامه العربيه في عهد الثوره الصناعيه الرابعه وفي عهد التكنولوجيا الحديثه. ما نبقاش بالطريقه دي. انا اسف ان انا اقول لك ان انا حزين على موقف يعني موقف الامه العربيه كلها والشعوب العربيه كلها. النهارده فيها شباب محتاج يبقى عنده توعيه كبيره، محتاج نعرف الامه العربيه رايحه على فين الفتره اللي جايه. ده من اهم المحاور اللي يمكن الحكومات والدول وجامع الدول العربيه تبقى عينها عليها. الشباب النهارده كله قاعد، شباب طموحاته بتختلف عن شباب طموحات 20 و30 سنه فاتت. النهارده لازم يكون ليهم تراك جديد نتكلم فيه عن مستقبل الامه العربيه وعن وحده الامه العربيه وعن شباب الامه العربيه وعن قوه الامه العربيه في كل القوى اللي حواليها كلها، وازاي احنا نفجر الطاقات الامه العربيه الاقتصاديه والعسكريه والشبابيه وكل الموارد الطبيعيه والبشريه اللي عندنا، ازاي احنا نجمعها عشان تبقى قوه لينا فيها حاجه على مستوى العالم. ده موضوع الحقيقه يمكن ما خدش اهميته الفتره دي، والقضايا الداخلية لكل دولة انشغلت بيها، لكن أنا الحقيقة بقول ده جرس خطر ويجب إن احنا نرجع له مرة تانية. أكبر تحديات واجهت مصر خلال العشر سنين اللي فاتوا من 30/6/13 30/6/2023؟ احنا عندنا تحديات كتير جدا طبعا. نعم. تحديات الأمن والأمان، وده أنا بتكلم عليه ده يدرس. عودة أمن وأمان مصر في الفترة الوجيزة دي اللي قامت بيها قواتنا المسلحة والشرطة المصرية. نعم. ده يدرس. ده عمل تاريخي انك انت تقدر تلم شمل دولة بالحجم ده فيها 100 مليون وعلى المساحة دي كلها وتحدي الامن وامان وترجعه تاني، وانت عندك هجرة من ترابورة للارهابيين عشان يسكنوا في 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 سينة. في سينة في جبل الحلال ويقعدوا هناك يتدربوا عشان يقول لك الخلافة الإسلامية، وهم عايزين يضربوا الإرهاب والإرهابيين ويجي داعش في أفغانستان عشان الناس تبقى عارفة ترابورة. وده كان مركز التدريب بتاعهم هناك. نعم. بينتقلوا إلى هنا. نعم. في أرض الأديان السماوية اللي نزل فيها الأديان السماوية. نعم. جايين هناك يدنسوها بأعمال بتدريبات إرهابية وتدريبات بتهدد العالم كله. التهديد الإرهابي ما كانش على مصر بس، اللي كان في سينا ده كان يمس العالم كله، وده اللي انا شرحته. نعم. قلت ان مصر بتحارب الارهاب نيابه عن العالم، لانه لما نقضي عليه ده، وانت عارف وشفت احنا، انت يمكن رحت زرت جبل الحلال. نعم. وزرت الحاجات اللي بتحصل. صحيح. هناك وشفت قد ايه كان في تهديد للعالم كله بتدريبات وعلى ارضنا احنا. طبعا ده لما عرفوه حتى في الامم المتحده وانا بتكلم هناك، عرفوا انه مصر قدرت تعمل عمل عظيم. وكان في اسئله من الاتحاد الاوروبي ومن قيادات في البرلمانات العالم بيسالوني بيقولوا انتوا قدرتوا تعملوا ده ازاي؟ وانا معايا الفيديوهات وانا بشرحها. كان عمل جبار. عمل جبار انك انت ازاي قدرت تواجه الارهاب وتنجح. ما انت كان عندك ساعتها ارهاب في الداخل. صحيح. في كل المحافظات، وارهاب بيهدد محطه الاتوبيس وبيهدد المترو وبيهدد السوبر ماركت وبيهدد الشارع وبيهدد في الشوارع كل ده مدنيين. وما كانش في حد له رادع. يعني انا لن انسى ابدا الايام بتاعت المليونيات، كل اسبوع يقول لك مليونيه. أيوة. مش عارف الشرعيه المليونيه وايه. ويسكنها ويسميها اسم. ويحطها في حته وتلاقي الناس راح هناك وتعمل المولوتوف وتعمل القنابل. صحيح. وتعمل ما انت فاكر ايام دي. صحيح. فين دي كلها؟ كل ده بقى خبر كان ليه؟ لان احنا عندنا اداره واراده. هنا بقى القصه الحقيقيه في مصر. الدوله رجعت. الدوله لا. الدوله والاراده والاراده والاداره. اداره الدوله